الله الله على الأزهر. يا رايحين على مصر مين يبعت سلامك كلمتين يا أهل الله، مشتاق لناسها الطيبين ودي ما فيها مخلصين يا ما شاء الله. أصغر العلماء تقدر تقول ما تشاءتنا الله، بدعي لهم رب السماء وقولوا آمين إن شاء الله إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، رب صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي العربي الذي أرسلته رحمة للعالمين وعطيته جوامع الكلم وفجرت له ينابيع الحكم وجعلته إمام البلغاء وسيد الأتقياء صلوات الله وسلامه عليه، وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وعن العلماء العاملين ومن سار على نهجهم إلى يوم الدين. وبعد، فما زلنا مع كتاب قطر الندى، وهو كتاب بديع للعلامة الإمام ابن هشام رحمه الله تعالى. وابن هشام هذا وهو الشيخ جمال الدين، هذا الشيخ له تصانيف كثيرة، فمنها أوضح المسالك ومغني اللبيب وكتب كثيرة، وهذا الرجل له مكانة كبيرة عند النحاة، فنسأل الله تعالى أن ينفعنا بهذا الكتاب وبكتبه وبكتب العلماء، إنك على ما تشاء قدير. وبعد، فنقول وبالله التوفيق حديثنا عن باب الاشتغال. تفضل. باب الاشتغال. ضابط هذا الباب أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره. نعم. ويكون ذلك الفعل نعم. بحيث لو فرغ من ذلك المعمول وسلط على الاسم الأول لنصبه. يعني الضابط يعني تعريف الشيء. فما ضابط الاشتغال؟ هو عبارة عن أن يتقدم اسم ويتأخر عنه، أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل عامل في ضميره. فحينما أقول زيد أكرمته، زيد أكرمته، فالهاء في أكرمته تعود على من؟ تعود على زيد. فما موقف العلماء من هذا الكلام؟ أن أقول زيد أكرمته أو نقول زيدا أكرمته؟ وإليكم البيان. تفضل. وعلم أن للاسم المتقدم على الفعل المذكور 5 حالات. نعم. فتارة يترجح نصبه. أيوة. وتارة يجب. نعم. وتارة يترجح رفعه. أيوة. وتارة يجب. نعم. وتارة يستوي الوجهان. عظيم جدا. نعم. ترجيح النصب وحالاته. أيوة. فأما ترجيح النصب ففي مسائل. نعم. منها أن يكون الفعل المذكور فعل طلب. نعم. وهو الأمر والنهي والدعاء. نعم. كقولك زيدا اضربه، يعني يبين أمرا، هو أن الاسم إذا تقدم وتأخر عنه فعل، إلا أن هذا الفعل فعل من أفعال الطلب، ونحن نعلم أن أفعال الطلب منها الأمر
النهي والدعاء. فإذا قلت أنت مثلا زيدا زيدا اضربه، فالأولى هنا النصب أم الرفع؟ الأولى هنا النصب. لما؟ زيدا اضربه، لأنه لا يصح أن يخبر بالجملة الإنشائية. لماذا؟ الأولى ألا يخبر بالجملة الإنشائية، والإنشاء كما قلت لكم يشمل الأمر ويشمل النهي ويشمل الدعاء، لأن الجملة الإنشائية لا تفيد صدقا ولا كذبا، بخلاف الجملة الخبرية، لأن الخبر هو الذي يفيد الصدق والكذب. ولذلك من القطع الجميلة التي قالها أفلاطون، يقول: لا تطلب سرعة العمل واطلب تجويده، فإن الناس لا يسألون عن سرعة العمل ولكن يسألون عن تجويده. فقوله لا تطلب هذا نهي من قبيل الإنشاء، وقوله واطلب هذا أمر من قبيل الإنشاء، وقوله إن الناس لا يسألون عن سرعة العمل ولكن يسألون عن تجويده، فهذا خبر يحتمل الصدق والكذب. نعود إلى موضوعنا، وعلى هذا لو تقدم اسم وتأخر عنه فعل من أفعال الطلب كالأمر والنهي، الأمر أو النهي أو الدعاء، فالأولى هنا النصب، فتقول زيدا زيدا يضربه. نعم. وإنما يترجح النصب في ذلك. نعم. لأن الرفع يستلزم الإخبار بالجملة الطلبية عن المبتدأ. عظيم. وهو خلاف القياس. أيوة. لأنها لا تحتمل الصدق والكذب. الضمير في لأنها يعود على من؟ يعود على الجملة الطلبية، لا تحتمل صدقا ولا كذبا. ومن هنا كان النصب في الاسم المتقدم أولى. تقول زيدا يضربه، زيدا لا تهنه، وهكذا. نعم. ويشكل على هذا نحو قوله تعالى: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. عظيم. فإنه نظير قولك زيدا وعمرا يضرب أخاهما. عظيم. وإنما رجح في ذلك النصب لكون الفعل المشغول فعل طلب. عظيم. وكذلك قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما. يعني هنا إشكال، أنتم تقولون أن الاسم إذا تقدم وتأخر عليه فعل طلب فالنصب أولى، زيدا يضربه، زيدا لا تهنه. كيف تقولون هذا مع أن الله تعالى يقول في الآية الأولى، يقول والسارق الآية تقول إيه؟ والسارق، ها، والسارقة فاقطعوا أيديهما. لكن لما بدأ بالسارق ثم قال والسارقة؟ لم يبدأ بالسارقة، قال والسارق والسارقة فاقطعوا. لما بدأ بالذكور ثم الإناث؟ قالوا لأن الرجل في السرقة أقوى من المرأة، يستطيع أن يقاوم ويستطيع أن يقاتل، وهذه نكتة جميلة. فبدأ بالرجال لأن الرجل في هذا المجال أقوى. وقال في موطن آخر، قال الزانية والزاني. لما بدأ بالنساء؟ قالوا لأن المرأة يعني أكثر، يعني بالنسبة للرجل تميله أكثر أو تخدعه أكثر مخادعة، ومن هنا بدأ بالمرأة. وهذا سر لطيف. وعلى كل حال
لما رفع السارق ورفع السارقة ورفع الزاني ورفع الزانية، والقياس السارق والسارقة والسارقة فاقطعوا الزانية، يعني المفروض النصب، القياس النصب، لكن لما لجأ إلى الرفع؟ والجواب على هذا أن السارق في الآية مبتدأ والخبر محذوف والتقدير. وقد أجيب عن أيوة ذلك، نعم، بأن التقدير أيوة إما يتلى عليكم حكم السارق والسارقة اقطعوا أيديهما. شفتوا الوجه؟ مما يتلى عليكم حكم السارق، وعلى هذا فهذه الآية ليست معنا. مفهوم هذا واضحة؟ نعم. السارق والسارقة مبتدأ أيوة ومعروف عليه والخبر محذوف. أيوة مفهوم هذا، نعم. كأن السارق في الآية يعرب مبتدأ. مما يتلى عليكم حكم السارق، مما يتلى عليكم حكم الزاني أو الزانية والزاني، وهكذا. نعم. ومنها نعم أن يكون الاسم مقترنا بعاطف مسبوق بجملة فعلية. أيوة كقولك قام زيد وعمرا أكرمته. أيوة وذلك لأنك إذا رفعت كانت الجملة اسمية. أيوة لتلزم عطف الاسمية على الفعلية. نعم وهما متخالفان، يعني يبين أمرا لو بدأت الجملة بفعل أصبحت جملة فعلية وجاء وعطف عليها اسم، الأولى الرفع أم النصب؟ يعني تقول مثلا ضربت زيدا وعمرا مثلا أكرمته، الأولى النصب. لما النصب هنا أولى؟ فكأنك عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. والتقدير ضربت زيدا وأكرمت عمرا، ولو رفعت وقلت وعمر بالرفع ففي هذه الحالة تكون قد عطفت جملة اسمية على جملة فعلية، وعلى هذا فالنصب أولى. ضربت زيدا وعمرا أكرمت، التقدير وأكرمت عمرا. نعم لأن العطف يعني إن كان فيه مناسبة يكون ذلك أولى. نعم. وإذا نصبت كانت الجملة فعلية لأن التقدير وأكرمت عمرا أكرمت. أيوة. فتكون نعم قد عطفت جملة نعم فعلية على فعلية وهما متناسبان. أيوة. والتناسب في العطف أولى من التخالف. مفهوم. فلذلك رجح النصب. نعم. حتى أحب أن أشير إلى شيء في هذا المجال في باب العطف، ليس العطف مقصورا على الأسماء، وإنما يصح عطف الفعل على الفعل، والأولى الاتحاد. تقول اضرب زيدا وقم، فقم معطوف على اضرب وكلاهما أمر، وتقول يقوم زيد ويقعد، فيقعد معطوف على يقوم وكلاهما مضارع، وتقول قام زيد وخرج، فخرج فعل ماض معطوف على من؟ على قام، وهما قد اتحدا في الماضي، وهكذا. فيصح عطف الفعل على الفعل، وعلى هذا هنا الأولى أن تجعل الجملة الثانية جملة فعلية حيث تحدث المناسبة. كذلك أحب أن أشير إلى شيء، يصح عطف الاسم المشبه للفعل على الجملة الفعلية على الفعل، يصح عطف الاسم المشبه للفعل على الفعل. كيف هذا؟ اقرأ معي قوله تعالى فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا، فأثرن أثرن فعل معطوف على المغيرات وهو اسم فاعل، وقوله تعالى إن المصدقين والمصدقات
وأقرضوا الله قرضا حسنا. فأقرضوا فعل معطوف على المصدقات، فبينهما تناسب لأنك عطفت فعل على اسم فاعل، واسم الفاعل كما نعلم يعمل عمل الفعل. فإن كان بأل عمل مطلقا، وإن لم يكن بأل وهو اسم الفاعل لابد أن يكون للحال أو الاستقبال، ولا بد أن يعتمد على شيء قبله كالاستفهام وغيره. نعم. الحالة الثالثة في ترجيح النصب، ومنها أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على الأفعال. نعم. فقولك أزيدا ضربته؟ الله. نعم. وما زيدا رأيته؟ أيوة. قال تعالى أبشرا منا واحدا أبشرا منا أبشرا منا واحدا نتبع. يعني ما معنى هذا؟ قد يكون النصب أولى. كيف هذا؟ بيقول بشرط، اقرأ هذه العبارة، أن يتقدم على الاسم أداة الغالب عليها أن تدخل على أن يتقدم على الاسم أداة تدخل غالبا على الأفعال. اقرأ معي قوله تعالى أبشرا منا واحدا نتبعه. التقدير أن أتبع بشرا، أن أتبع بشرا منا، فهنا يترجح النصب. نعم. باء وجوب النصب. نعم. وأما وجوب النصب ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالفعل. عظيم. كأدوات الشرط والتحضيض. أيوة. كقولك إن زيدا رأيته فأكرمه. الله. إن زيدا، أنتم تعلمون إن أداة شرط، وأداة الشرط تدخل على الأفعال. أداة الشرط تدخل على الأفعال، وهذه الأداة اللي هي إن تجزم فعلين، الأول يسمى بفعل الشرط ولا بد أن يكون فعلا، والثاني يسمى بجواب الشرط وجزائه، والغالب أن يكون فعلا. وقد يأتي الجواب جملة اسمية لكن لابد أن يقترن بالفعل، ولذلك بعضهم قال اسمية طلبية وبجامد وبما ولن وقد وبالتنفيس، يعني متى يجب اقتران الجواب بالفاء في مواطن. أولا إذا كان الجواب جملة اسمية، تقول إن قام زيد فهو محسن، لما اقترن الجواب هنا بالفاء؟ لأنه جملة اسمية هو محسن. أو أن يكون الجواب فعل طلب، إن جاء زيد فاضربه، أو أن يكون الجواب فعلا جامدا كنعمة وبئس وعسى وليس، تقول إن قام زيد فنعم الرجل. أو أن يكون الجواب مقترن بما أو لن أو قد أو بحرف من حروف التنفيس، السين وسوف. إن قام زيد فما أضربه، إن قام زيد فلن أضربه، إن قام زيد فقد أضربه، إن قام زيد فسأضربه أو فسوف أضربه. والخلاصة إن أداة شرط تختص بالأفعال. فالمثال الذي معنا يقول، المثال يقول إن زيدا رأيته فأكرمه. الله يفتح عليك. إن زيدا رأيته فأكرمه. فزيدا هنا يجب فيه النصب. لما؟ لأنه مفعول لفعل محذوف، والتقدير إن وجدت زيدا، إن رأيت زيدا فأكرمه، مفهوم هذا؟ فمن هنا وجب نصب الاسم. لما؟ حيث وجدت أداة تختص بمن؟ تختص بالأفعال، وهي إن. نعم. إذن هناك فعل محذوف، إن زيدا
إن زيدا مثلا فأكرمه التقدير إن وجد زيد أو إن وجدت زيدا فأكرمه. نعم. وهل زيدا أكرمته؟ نعم. وكقول الشاعر لا تجزعي إن منفسا أهلكته. أيوة. فإذا هلكت فعند ذلك فاجزعي. لا تجزعي إن منفسا. إن منفسا لما نصب منفسا؟ والمنفس شيء نفيس لأنه وقع بعد إن، صح هذا؟ طب والتقدير لا تجزعي إن أهلكت منفسا، ومن هنا كان النصب واجب لأن إن كما نعلم أداة شرط تختص بالدخول على الفعل. ولذلك أحب أن أشير إلى شيء، فعل الشرط لا بد أن يكون فعلا، فعل الشرط لا بد أن يكون فعلا، وأما الجواب فالغالب أن يكون فعلا. وقد يأتي كما بينا جملة اسمية أو طلبية إلى آخره، وهنا ينبغي أن يقترن بالفعل. واضح؟ نعم. وجوب الرفع. أيوة. وأما وجوب الرفع ففيما إذا تقدم على الاسم أداة خاصة بالدخول على الجملة الاسمية. أيوة. كإذا الفجائية. إذا الفجائية. نعم. كقولك خرجت فإذا زيد يضربه عمرو. أيوة. فهذا لا يجوز فيه النصب لأنه يقتضي تقدير الفعل. الله. وإذا الفجائية لا تدخل إلا على الجملة الاسمية. وهذه معلومة جميلة جدا، أنتم تعلمون أن إذا الفجائية تختص بمن؟ بالأسماء. بالأسماء. فحينما أقول خرجت فإذا زيد بالرفع يضربه عمرو، هنا يجب رفع زيد. ما السر في هذا؟ لأنه وقعت قبله إذا الفجائية، وإذا الفجائية تختص بالدخول على الأسماء، فلو قدرت فعلا وقلت خرجت فإذا زيدا بالنصب هذا لا يصح، لأن زيد منصوب بفعل محذوف، وإذا الفجائية لا تدخل على من؟ لا تدخل على الأفعال، بل تدخل عظيم على الأسماء. والشاعر يقول وكنت أرى زيدا وكنت كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا ولا هازمي. ولذلك أحب أن أشير إلى شيء، إن همزة إن يصح فيها الفتح والكسر بعد إذا الفجائية. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه، إذا إنه عبد القفا ولا هازمي. والمعنى كنت أظن زيدا سيدا فإذا هو عبد يصفع على قفاه وعلى اللهازم. المراد باللهازم مقدمة العنق. نعم. فضل. نعم. واللهازم. وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه، إذا إنه عبد القفا واللهازم. اللهازم. ولذلك أحب أن أشير إلى شيء، أن هذا البيت من الأبيات التي استشهد بها كثير من النحاة، وهو موجود في الشواهد الكبرى للإمام العيني، وبين الإمام العيني تقطيع هذا البيت فبين أنه من بحر الطويل، والتقطيع هكذا وكنت أرى زيدا كما قي لسيدا إذا أنه عبد القفاول لهازمي. والطويل مفتاحه طويل له دون البحور فضائل، فعول مفاعيل فعول مفاعل. والخلاصة أن الرفع هنا أولى
بعد إذا الفجائية بل يكون واجبا، ليس هناك نصب. خرجت فإذا زيد يضربه عمرو، ولا تقل فإذا زيدا، لأنك لو نصبت لابد من تقدير فعل، وإذا الفجائية لا تدخل على الأفعال. نعم. فضل. جواز الرفع والنصب. نعم. وأما الذي يستويان فيه فضابطه، نعم، أن يتقدم على الاسم عاطف مسبوق بجملة فعلية، أيوة، مخبر بها عن اسم قبلها، أيوة، كقولك زيد قام أبوه، أيوة، وعمرا أكرمته، أيوة، وذلك لأن زيد قام أبوه، نعم، جملة كبرى ذات وجهين، نعم، ومعنى قولي كبرى أنها جملة في ضمنها جملة، يعني جملة متضمنة جملة أخرى. نعم. ومعنى قولي ذات وجهين، أيوة، أنها اسمية الصدر، أيوة، فعلية العجوز، أيوة. زيد قام أبوه. نعم. فإن راعيت صدرها، أيوة، رفعت عمرا، أيوة، وكنت قد عطفت جملة اسمية على جملة اسمية، أيوة، وإن راعيت عجزها نصبته، وكنت قد عطفت جملة فعلية على جملة فعلية. يعني حينما أقول زيد قام أبوه وعمر أكرمته، زيد قام أبوه وعمر أكرمته، يصح في عمر هنا وجهان. أولا الرفع، زيد قام أبوه وعمر، يبقى عمر بالرفع معطوف على من؟ على زيد. عطفت جملة اسمية على جملة اسمية. طب وحينما أقول وعمرا؟ على الجملة الفعلية، وأكرمت عمرا. وهذا يدل على جمال اللغة، فهي لغة غنية، لأن زيد قام أبوه هي جملة كبرى، زيد مبتدأ، وجملة مثلا قام أبوه هي الخبر، جملة فعلية. فأنت لك أن تراعي الصدر ولك أن تراعي العجز. وأحب أن أقول الصدر هو أول الشيء والعجز آخره، صح هذا؟ ولذلك لكن أقول هناك اصطلاحات أخرى. الصدر في العروض هو أول البيت، والحشو وسطه، والعروضة مؤنثة آخر المصراع الأول، والضرب آخر المصراع الثاني. وعلى هذا فكأن البيت مكون من صدر ومن حشو ومن عروضة ومن ضرب، هذا عند علماء العروض. فمثلا حينما أقول مثلا خلق الناس للبقاء فضلت أمة يحسبونهم للنفاد، إنما ينقلون من دار أعمال إلى دار شقوة أو رشاد. فحينما أقول خلق الناس، هذا هو الصدر، خلق الناس للبقاء حشو، للبقاء فضلت عروضة، أمة يحسبونهم للنفاد، هذا هو الضرب. وهذه قصيدة جميلة وفيها أبيات مدورة. ما معنى مدور؟ المدور أن تنتهي العروضة في منتصف الكلمة، ولذلك يقول إنما ينقلون من دار أعمى، انتهت العروضة، فهذا مدور، إن إلى دار شقوة أو رشاد، فهذا يسمى عندهم بالمدور. وهناك أبيات أعجبتني وفيها أبيات مدورة، يقول وفيها نكتة جميلة، أنه رفع الإغراء، هو المفروض الإغراء الاسم ينصب على الإغراء لا يرفع، لكن من العرب من يرفع الاسم على الإغراء، فيقول قائلهم إن قوما منهم عمير وأشباه عمير ومنهم السفاح لجديرون باللقاء إذا قا
لأخون نجدة السلاح السلاح، فالسلاح بالرفع مرفوع على الإغراء. إن قوما، وهذه الأبيات من بحر الخفيف وأجزاؤه، يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات متفعل فاعلات. حينما أقطع أقول إن قوما منهم عمير وأشبا، انتهت الشطرة. هو عمير ومنهم السفاح، لجدير نباللقاء إذا قا، لأخن نجدة السلاح السلاح. فهمتم هذا؟ فأنا أردت أن أجمع لكم كل شيء فيه إفادة إن شاء الله. تفضل. يا خفيف المفتاح، يا خفيفا خفت به الحركات، فاعلات مستفعل فاعلات. وهذا البحر جميل، بحر الخفيف، ومنه قول عمر ابن أبي ربيعة. وعمر ابن أبي ربيعة كان شاعرا مجيدا، يقول قال لي صاحبي ليعلم ما بي، أتحب القتول أخت الربابي؟ قلت وجدي بها كوجدك بالماء إذا ما منعت طعم الشراب. هذا بحر الخفيف. ومن الطريف أن الإمام البوصيري في همزيته نظمها من هذا البحر، فقال في المطلع، قال في المطلع كيف ترقى رقيك الأنبياء، يا سماء ما طاولتها سماء. وجاء الشيخ يوسف النبهاني رحمه الله فنظم همزية من بحر الخفيف، فقال في المطلع حبك الكل والورى أجزاء، حبك الكل والورى أجزاء، يا نبيا من جندي الأنبياء. نعم. ترجيح الرفع. نعم. وأما الذي يترجح فيه الرفع فما عدا ذلك كقولك زيد ضربته. زيد ضربته. نعم. قال الله تعالى نعم. جنات عدن يدخلونها. يعني ممكن تقول زيد ضربته أنت كمتكلم، وممكن توجه غيرك فقول زيد ضربته. فإذا زيد ضربته أو ضربته هنا يصح النصب والرفع، لكن ما الفرق بينهما؟ الرفع على أنه مبتدا، زيد ضربت والجملة بعده خبر. ويصح النصب على أنه مفعول لفعل محذوف، ودل عليه ما بعد والتقدير ضربت زيدا ضربته. واضح هذا؟ قرأ القراء السبع أيها جنات، نعم جنات عدن يدخلونها، قرأ السبع بالرفع جنات عدن على إن جنات مبتدا، والجملة جنات عدن وصفت الجنة بأنها جنات عدن، والعدن معناه الإقامة. العدن معناه إيه؟ الإقامة الدائمة. وأحب أن أشير إلى شيء، أن الجنة سميت جنة لأنها تستر من فيها، فالجيم والنون إذا وجد في كلمة دل غالبا على الستر. جنة وجنة، لما سميت الجنة بذلك؟ الجن والجنة لأنهم يستترون، والجنين لأنه مستور، والجنة تستر المحارب. وقوله تعالى فلما جن عليه الليل رأى كوكب، جنة يعني أقبل بظلامه. وأحب أن أشير إلى شيء، هو أن الجنة عند أهل السنة موجودة الآن، وكذلك النار، خلافا لمن؟ للمعتزلة
الذين قالوا أنها ستوجد يوم الجزاء وكذلك النار، وأنكر الفلاسفة ذلك بالمرة فهم كفار. ولذلك صاحب الجوهرة يقول: والنار حق وجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة. ذي جنة يعني مجنون. يقول النار حق وجدت كالجنة، فلا تمل لجاحد ذي جنة. أراد بذلك القاضي عبد الجبار، والقاضي عبد الجبار من أئمة الاعتزال، نعم، وأبو هاشم. يبقى أراد القاضي عبد الجبار، وأراد أبا هاشم، وأراد الفلاسفة، لأن الفلاسفة كفار لأنهم أنكروا الجنة والنار، لكن المعتزلة أصحاب شبهة فلا نحكم عليهم بشيء. والقاضي عبد الجبار إمام كبير، وله كتاب بديع يسمى بتنزيه القرآن عن المطاعن، وهو كتاب بديع فسر القرآن تفسيرا بديعا، واهتم بالآراء الاعتزالية فدعم مذهب المعتزلة في هذا الكتاب. فهمتم هذا؟ فيصح أن أقول زيد ضربته، فلو رفعت يكون زيد مبتدأ، ولو نصبت يكون زيد مفعول دل عليه بفعل محذوف دل عليه ما بعده. ضربت زيدا ضربته. ولذلك كما قلت لكم قرئ جنات عدن، قرأ الجميع بالرفع، وهناك قراءة شاذة هي جنات عدن. ومن الآيات الجميلة في سورة ياسين: والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. قرئ والقمر، والقمر قدرناه منازل، فما الفرق بينهما؟ القمر بالرفع مبتدأ، وبعض القراء بيقرأ والقمر، من القراءات السبعية والقمر قدرناه. من الذي يقرأ والقمر؟ حفص بيقرأ بالنصب، والقمر بالنصب، لكن من الذي يقرأ بالرفع؟ والقمر قدرناه منازل. لا، هي قراءة سبعية، والقمر قدرناه منازل، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. وهذا تشبيه بليغ جميل بديع، أقصد بالتشبيه هنا في إبداع وفي جمال. فكأن الله تعالى بين أن القمر منازل، ولذلك القائل يقول: سافر إذا ما شئت قدرا، صار الهلال فصار بدرا. سافر إذا ما شئت قدرا، صار الهلال فصار بدرا. فالقمر يتحول من حال إلى حال. أخبر الله عنه في آخر الشهر بقوله: حتى عاد كالعرجون القديم. والعرجون هو عود الشمراخ، عود النخلة أو الجريدة. ووجه الشبه هنا: شبه الله القمر بالعرجون القديم. فما وجه الشبه؟ الدقة والانحناء والإصفرار. وهذا يعني إيه؟ كأن الوجه اشتمل على الهيئة والشكل واللون. ولذلك الشاعر يقول: أفدي الذي زارني في الليل مستترا، أحلى من الأمن عند الخائف الدهشي. وراحت الشمس تحكي عند مطلعها، مرآة تبر بدت في كف مرتعشي. وهذه أبيات جميلة. أفدي الذي زارني في الليل مستترا، أحلى من الأمن عند الخائف الدهشي. وراحت الشمس تحكي عند مطلعها، مرآة تبر بدت في كف مرتعشي. فكأنه يشبه الشمس عند طلوعها بمرآة،
من تبر، وهذه المرآة في كف يد مرتعشة. وهنا أراد بالوجه اللون، لأن الذهب يميل إلى الصفرة، وأراد الاستدارة، لأن عادة المرآة تكون مستديرة، وأراد الحركة لأنها في ليست ثابتة، وإنما هي في كف لرجل مرتعش. أفدي الذي زارني في الليل مستترا، أحلى من الأمن عند الخائف الدهشي، وراحت الشمس تحكي عند مطلعها مرآة تبر بدت في كف مرتعش. وأحب أن أنبه على شيء لهواة العروض، أن هذا البيت من بحر البسيط، والبسيط مفتاحه يا باسط إن وجدي فيك مشتعل، مستفعل فاعل مستفعل فعل. هذا يسمى ببحر البسيط، مستفعل فاعل مستفعل فعل. العروضة آخر المصراع الأول مخبونة، والخبن حذف الحرف الثاني الساكن، وكذلك الضرب، الضرب كذلك أصابه الخبن، وعرفنا معنى الخبن. وطبعا العرب تستعمل المرآة في التشبيه، يعني حتى من الأمثال الجميلة قالوا أجلى من مرآتي الغريبة، وهذا المثل موجود في مجمع الأمثال للإمام الميداني، أجلى من مرآتي الغريبة. لأن العادة أن المرأة إذا زوجت في قبيلة غير قبيلتها دائما تهتم بنفسها، فتهتم بالمرآة لتنظر فيها، فدائما تقوم بطلاء المرآة، فقالوا أجلى من مرآتي الغريبة. وفي المثل الغريب كاللطيم، اللطيم هو الذي مات أبوه وماتت أمه، يسمى إيه يا سادة؟ لطيم. هكذا قاله صاحب الصحاح مختار الصحاح، اللطيم من مات أبوه وأمه، من مات أبوه وماتت أمه، وهذا لطيم. واليتيم من مات أبوه وكان دون البلوغ، والعجي من ماتت أمه، واليتيم من الحيوان من ماتت أمه لأنها ترضعه، واليتيم من الطير من ماتت أمه وأبوه. فهمتم هذا؟ تفضلنا. وليس منه قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر. أيوة. لأن تقدير تسليط الفعل على ما قبله إنما يكون على حسب المعنى المراد. وليس المعنى هنا أنهم فعلوا كل شيء في الزبر، يعني لما يفعلوا كل شيء، ولذلك وكل بالرفع. هل يصح أن نقول في غير القرآن حتى وكل شيء؟ لا. لما؟ لأن الفعل ليس مسلط على كلمة إيه؟ كل، وإنما المعنى. نعم. إنما المعنى وكل مفعول لهم ثابت في الزبر. كل مفعول لهم ثابت في الزبر. نعم. وهو مخالف لذلك المعنى. نعم. فالرفع هنا واجب لا راجح. عظيم. والفعل المتأخر صفة للاسم فلا يصح له أن يعمل فيه، يعني لا يصح النصب في قوله تعالى وكل شيء فعلوه في الزبر، ولا حتى لا تصح قراءة ولا تصح عربية. وأنتم تعلمون أن القراءة مبنية على التوقيف، فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم اتباعا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه ثلاثة الأركان. أقول قولي هذا وأستغفر الله.